السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تشتري جهاز جديد ولمعرفة ميزاته كاملة وبشكل دقيق، كل ما عليك أن تفتح متصفح جهازك وتدخل إلى جوجل، ثم تكتب مثلا الجهاز الذي تريد أن تشتريه، وبعد ذلك مثلا جالكسي S7، وبعد ذلك تضع مسافة، ثم في اس، ثم تضع مسافة وتكتب نوع اسم الجهاز الثاني مثلا هواوي B9 أو أي نوع جهاز، أو أنت محتار يعني تكون بين جهازين مثلا. طبعا بهذه الطريقة البسيطة ثم تضغط بحث، يعطيك عدة مواقع عالمية مثل هذا، أول واحد فون أرينا، سأنزل لأسفل لأريكم أيضا في مواقع مثلا هذا GSM أرينا، في هذا أيضا الموقع جاد جيت، طبعا جاد جيت للمقارنة بين. طبعا بهذه الطريقة فقط تدخل على الرابط، هذه المواقع عالمية ويعطيك مواصفات دقيقة لجهازك قبل أن تشتريه. كما تلاحظون على اليسار الهواوي B9 وعلى اليمين السامسونج، لما تنزل لتحت تلاحظ أنه يعطيك كل شيء مثلا من الأصدار إلى ميزة اللمس الموجودة في الجهازين، ثم تنزل لهنا حجم الشاشة، دقتها بالبكسلات، نوع الشاشة، تنزل للأسفل أيضا تلاحظ ميزات الكاميرا هنا كاملة، هنا نوع المعالج سرعته، هنا الرام، الذاكرة الداخلية، كما تلاحظون كل شيء. طبعا أي جهازين فقط تضع مسافة ثم فيس، فتكتشف كل الميزات حتى الميزات التي لا يعرفها البائع قبل أن تقوم بشراء الجهاز. هذا كل شيء بالنسبة للشرح، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم. هايو.